إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور للتفضل بتحديد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد لليمين الدستورية، مع وافرة الاحترام والتقدير رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح. معالي الأخ الفاضل مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة، تحية طيبة. وبعد، نحيطكم علما بأن مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا رقم 61/2020 المنعقد بتاريخ 29/9/2020، والذي تم من خلاله إعلان وفاة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، كما تم خلال الاجتماع منادات سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت للتفضل بالعلم، مع وافر الاحترام والتقدير رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح. تتلى الفقرة التالية. البند الأول، تأدية اليمين الدستورية. ليتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتأدية اليمين الدستورية وفقا للمادة 60 من الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمانه وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.